كيف تصلي صلاة الجماعة في بيتك؟ إن كنت تصلي مع ابنك اجعله يقف على جهتك اليمنى، وإن كنت تصلي مع اثنين فأكثر من أبنائك فليقفوا خلفك صفا، وإن كنت تصلي مع زوجتك أو ابنتك فلتقف خلفك، وإن كنت تصلي مع ابنك وابنتك فليقف ابنك على جهتك اليمنى ولتقف ابنتك خلفكما. وإن كنت تصلي مع جمع من أبنائك وابنتك فليقف أبناؤك خلفك ولتقف ابنتك خلفهم وإن كانوا أكثر من ذلك فليقف الأبناء خلفك صفا ولتقف البنات خلفهم صفا قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أي المنفرد بسبع وعشرين درجة